نروح لخبر كمان مهم، وهو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتوصي بتجديد عقد ريني فايلر ثلاثة مواسم. أنا أعتقد إنه لو لجنة التخطيط عملت كده فده شيء محترم جدا، وأنا مع فكرة إنك تقدر تجدد لمدرب أظهر ملامح حاجة محترمة جدا هو فايلر في الفترات الأخيرة، مش بس عشان عمل نتائج جيدة، لا عشان واضح إن الراجل عنده خطة، واضح إن الراجل بيعرف يبص الخطة الطويلة الأمد بشكل كويس. عشان كده لجنة التخطيط بتفكر في ثلاث مواسم، بس هل هو هيوافق بثلاث مواسم؟ أظن يعني كتير من المدربين الأجانب في العالم حتى كله بيرفضوا فكرة إنك تجدد معايا بعقد طويل الأمد، عشان دايما المدرب بيتحرك بحسب ظروف الحالة الفنية وحسب هو كمان بيكبر قد ايه ممكن هو بعد كده يبقى عايز يروح يدرب نادي في اوروبا. خلينا نشوف، لو ادارة الاهلي نجحت انها تجدد مع فايلر ثلاث مواسم هيكون شيء رائع جدا وتفوق ونجاح جدا من ادارة النادي الاهلي. هو بالفعل ابدى رغبته ان هو عايز يكمل مسيرته في النادي الاهلي، خصوصا ان هو عامل موسم حلو جدا. يكمل قد ايه؟ ما هي دي بقى لسه هو ده السؤال. يعني هو هيكمل، انا اعتقد فايلر هيكمل موسم على الاقل كمان لما ظروف ان شاء الله ترجع بشكل طبيعي، ولكن ثلاث مواسم اتمنى طبعا انه اداره الاهلي تنجح في هذا الامر، عشان هو مدرب فعلا اضافه للكره المصريه بشكل كبير.